ولكن الحلول كانت موجوده وامنتوا ربما بفوز عن طريق والله اولا نقول الحمد لله ونشكر الله على الفوز اللي كان كل شرف ومهم كان سهل كون الفريق راه كان لورا وكان يعني بخطه يعني في المستوى صراحه دفاع متماسك الوسط لاعبين الحارس كذلك دار دور تعب الحمد لله احنا طلبنا شفنا في الشوط الثاني الشوط الاول ركزنا كانت عندنا هدفين المفروض ولكن هدفين كانوا مفروض يسجلوهم ولكن كي تشوف فريق هكا ما سجلش الشوط الثاني قلت لهم قعدوا سكتوا على نفس الوتيره يعني على اليمين على اليسار استغلوا الفرص الكرات الثابته الركنيات والحمد لله على اقحام اللاعب في الهجوم عطى يعني حل صراحه لان كان تكتف الدفاع تاع الدفاع صعيبه يعني ولحد الان احسن فريق رايته عليها يعني احسن من فريق شنو فيك كثير فريق متماسك عندنا بين خبره غير الفريق الثمينه سي مشري ربما تسمح لنا ربما نعمل اكثر بسرعه بالطبع خاصة كما نقولوا ثلاث نقاط مع خصم كما هكا اللي هو كان في ستة نقاط رجعنا على ثلاث نقاط من وراء وهذا دائما كان في الرياضة الحمد لله هذا يعني مؤشر يخلي الفريق إن شاء الله يبذل أكثر ويثيق في نفسه والأبواب مفتوحة إن شاء الله. طيب سمعت مشري ربما يجد صعوبة ربما يكون في اللاعبين بصراحة ولكن اليوم يرى بروبوت المدافع أيمن قصد بالذات غياب باعوج وبنغام كذلك اليوم لاعبين القران اساسيه انا هذا اللاعب كما تفضلتم بيرزازي هذا ناهلوه ان شاء الله للمستقبل لان غادي يكون ان شاء الله ظاهر ايمن تاع المستقبل ان شاء الله وخاصه في القوانين في الخطه تاع 4-3-3 شو يحصل اليوم عطى دعم كبير يعني صراحه كان في المستوى وتقدم كرات وميرزازي على هذا الطريق ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لغياب باعوج وبنغام هذا مرتبط العوده تاعنا سيكون ان شاء الله حاضر في المقابله قادم ان شاء الله قادم ان شاء الله لانه كان تلقى فتره تاع علاج وبدا التمرين وجات مدريد كما نقول كذلك ضعف شويه لكن الحمد لله هالمباراه ان شاء الله يكون حاضر طيب رايحين نسوي هذه المقابله سي عبد الله نحضروا المقابله بانك انت شخصيا قلت بانه كل المقابلات سابقه والمقابلات النهائيه كما شفنا اليوم صح وقلت غادي تكون في نفس المنوال اعتقد الفريق يكون الى الوراء وعندهم محمد اللي هو في موسولي واستفاق نوعا ما الفريق تاع المدينه غادي تكون المباراه يعني صعبه لان الفريق تاع المدينه كذلك يطمح نقاط ومع المقابله راح تكون صعبه صعبه ولكن الحظ ان شاء الله كل جاهزين ليها احنا شفنا الجمهور اليوم بقوه على مستوى انا يعني ما نخبيش عليك قدامنا نلعبوا المباراه تاع باريبو كي لعبنا واحد المباراه في كرمان واحد من المناصر قال لي الشيخ كي قلنا احنا احنا اخيك انا اخيك فهمت هذه كيما نقولوا اليوم جات عين الدفنه ومن بعد الدفنه ان شاء الله القادم بالتوفيق سي كريم.